دائما الأمور هي هكذا، والثقة الموجودة بين المدرب واللاعبين. صراحة نحن أيضا دوما نشجع الكفاءة الشابة، لما لا على غيرها كما قلت زيري بلال، خير الدين ماضوي، بلعطوي، دوب منير، فوزي موسوني، مراد رحموني، منير زغتوت، اسماء بين الشبان الذين اقتحموا عالم التدريب. ليمنا جاليت ايضا يصنع لنفسه اسم كبير في عالم التدريب، بلال مسعودي اليوم يريد الثنائيه، يريد ماذا فعلت يا مسعودي؟ اي جنون، اي جنون.